تقريبا من 2004 وانا تنكسر بخير عايش بخير، ولكن دابا مؤخرا ولا كيغلى بزاف تعقنا. هذوك الدراويش اللي مولفين درنا ناكلو معاهم الخبز ما بقاش، سمعتيني ما بقاش هذاك الدرويش اللي تاكل معاه الخبز ما بقاش. دابا كلشي ولا تيمشي للحوانت داقوم الغلا، تيمشي تقول ليه 100 درهم 18 100 16 100 تيهرب. الدرويش دابا ما بقاش تيبغي يدير اللحم تيقول لك بزاف. شحال وصل الثمن ديال اللحم؟ لا راه كاينه 16 100 15 100 17 100 كله واش تيجي. المهم 70 درهم الفوق. يعني كاينه زياده بزاف؟ بزاف. شحال تقريبا الزياده اللي كاينه؟ راه بحال زياده 30 درهم في الكيلو. هذه مينيموم. بالنسبة للدرويش هما في المدينة وكل هذا يحسن مزيان راضي يقول لك هو زايد 60 درهم في الكيلو. لا جا واحد تقام عليه حيد عليه مصاريف عليه شحال من حاجة. لا 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 شنو السبب ديال هذا الغلاء؟ السبب هو الغلاء الفلاح تدعق. الفلاح دابا تيدير 4 البقرات 5 تيسري حتى تيتنفع تيتنفع، ماشي بحال دابا كاين الغلاء تيقول لك انا تنشري من الخلا ب 70 نشري العرف الشمندر وكذا. كانوش الناس تيبقاو يفلحوا بزاف. نتوما تضررتوا حتى نتوما الجزار؟ راه الفلاح ماشي تيجي كلشي، إلا صبر معاك الفلاح راه الجزار تاكل حقه. سمعتيني؟ الجزار تاكل حقه، ماشي والفلاح تيبكي لي دابا تيجي بعجل شاريه 170 ألف كسابي تيبيعو بجوج المليون، داير 200 كيلو، طيح 100 درهم الكيلو كغادي. ماشي هي مي تيكون عجل زايد عندو في الدار تيجيبو تيجي 4 دور 4 شهور 5 شهور تيبيعو يشد مليون و 40، يدير عام 200 كيلو راه الجزار راه منفع، لأن راه كل يوم كل شوية. لا 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 هما راه كنت تسامحوا مع الدراوج وكذا وكل اللي تسامحوا معاهم ويعطيوهم العلف ويتعاونوا مع الفلاح راه الوقت غادي يتعب. هذاك اللي داير ثلاث بقرات غيدير سته، هذاك اللي دار اربعه يدير ثمانيه. لكن دابا لا 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 تضحكوا. اللحم غالي بزاف 18 17 16 واحد بزا... كل واحد باش يشري فهمتي؟ من امتى هو غالي؟ شهرين هذه ما نعرف شهرين بدا شهرين ثلاث شهور بدا شهرين في هاد الايام السيمانه غلا بزاف لا هاد السيمانه بجات صافي هاد التواخير راه ما قدش يشري حتى البهيم والله لا ديتيها بالله في الرحمه الجزار اكثر من البهيم المواطنين تيشريو تيتقدم كلشي كيشريو لا المواطنين الناس تيجيو يتقدموا عندكم ولا القضيه صافي شويه كيلو ولا تدي امس ولا تدي امس تدي كيلو اي تدي كيلو لا غير تدي كيلو تدي كيلو صافي ايوا مابقاش بلا انت شوف هذا المراه مسكينه ها ايوا واش غدير ليها؟ من الصباح هو تيفرق لهم ايوا راه دري واش تاكل لك الهواء شنو السبب؟ شنو السبب اللي خلاك ترتاح؟ هذا جفاف الكورونا كورونا كورونا هي جابت هادشي كاع وجفاف تا هو هاي ورخاص كورونا كلش جفف وزاد ثاني الجفاف ديال الشتا تاكل من كل شيء ما كايناش البهيم راه ولا الناس يخسر من زيابهم البهيم باش يبيعهم ودابا الدرويش كيفاش الجزائر في الدرويش واكلها واش غادي تصبر معاه هاو كاين غير حنا تفضل وانتوما واه كاين الله ماشي مشكل يعني